من الأولى بتسمية المولود؟ وهل يجوز للزوج الإصرار على اسم معين دون رضا الزوجة؟ أما إن جينا إلى قضية الحكم، فالحكم هنا أن الأولى بتسميته أبوه، لأنه سيحمل اسمه، ولأنه هو وليه، فهو الأولى. هذا من حيث الحكم إن اختلف الزوجان. لكننا بفضل الله تعالى لسنا في مجتمعات نضطر فيها إلى هذا الحال، إلى أن نختلف في اسم المولود. التفاهم والمودة والمحبة والنقاش قبل ذلك والحوار هو الأولى، هو الأولى بالأسرة المسلمة، هو الأليق بها. فلذلك نقول ينبغي أن يكون هنالك تحاور بين الأب والأم إن تيسر هذا الأمر، وإن لم يتيسر يمكن أن نقول إنه يسمي مرة هذا ومرة ذاك، لا حرج عليهم. لكن إن لم نصل إلى اتفاق فالمقدم قول الأب، لأنه هو الولي، والله أعلم. رضا الزوجة على تسمية معينة لا أستطيع أن نقول إنه شرط، ولا أستطيع أن أقول إنه واجب، لكنني لا أحب على الإطلاق أن يسمى الابن من طرف واحد دون رضا الطرف الآخر، ليس من جهة الحرام أو الوجوب، وإنما من جهة الألفة والمحبة بين الزوجين، لأننا لا نريد لهذا الطفل أن يكون ميدانا للصراع بين الأب والأم، وإنما نريد أن يجتمعا الأب والأم، نريدهما أن يجتمعا على اسم واحد يتفاهمان عليه. والإنسان لا يمكنه أن يفرض رأيه في كل شيء، فالحياة الزوجية أسمى من ذلك وأعلى. لذلك يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول لزوجه أم الدرداء، يقول لها: يا أم الدرداء، إن رأيتني غضبان رضيتني، وإن رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. فبمثل هذا بإذن الله يتم الأمر. أما في حال الحكم والخلاف والنزاع فالحق حق الأب، والله تعالى أعلم.